والمثال الأبرز على العزيمة والإصرار ومجاهدة التحديات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة ثانية أنا بوجه الشكر لكم، واسمحوا لي إن احنا يعني نحيي يعني الهيئة والعاملين وكل الجهات اللي شاركت معانا في عملية إنهاء هذه الأزمة بالشكل اللي ربنا سبحانه وتعالى كلله بالنجاح وبالتوفيق، وبأقل حجم من يعني ممكن نقول بأقل حجم من الخسائر. الحمد لله رب العالمين، رغم ان حجم الأزمة وحجم المشكلة حجم كبير، لكن الحمد لله رب العالمين لا خسائر في الأرواح ولا حتى في بدن المركب ولا في حمولتها ولا، الحمد لله رب العالمين. فاحنا اسمحوا لنا احنا نحيي الهيئة بكل العناصر، من أول رئيس الهيئة لغاية يعني أصغر من شارك من العاملين بالهيئة في هذا الموضوع. اسمح لنا احنا نحييهم لو سمحتوا. اسمحوا لي برضو ان انا هنا يعني انتهز الفرصة ديت واقول ان في ملحوظة مهمة قوي بتلفت نظري دايما وبتطمني قوي، اللي هو رد فعل الناس في مصر. يعني صحيح كل الأشقاء وكل الأصدقاء كان داعمين للجهد وعرضوا المساندة والمساعدة بإخلاص وبمحبة، وده أمر برضو مقدر لكل من يعني عرض المساندة والدعم من الأشقاء، شقائنا في يعني في الخليج او حتى او في المنطقه العربيه او الاصدقاء من جميع انحاء العالم. بنشكرهم وبنوجه لهم التحيه والتقدير والاحترام على المسانده لهم في هذا الموقف. لكن انا هتكلم عن المصريين، هتكلم عن المصريين اللي شوفوا قد ايه كانوا هم متابعين بصمت وكأن ابنهم كلهم يعني حاجة خاصة بيهم كلهم في أزمة، فهم حتى كانوا بيسندوها بالصمت، مفيش كلام، كله بيدعو، كله بيتمنى الأماني، كله بيتابع وما بيتكلمش. بمجرد ما الأزمة انتهت بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا وبفضل جهدكم، كان رد الفعل اللي شفتوه كلكم حتى على مواقع التواصل وعلى وسائل الإعلام كان لافت قوي. قد كده الناس بتحب بلدها؟ أيوة. بسطاء رغم الظروف الصعبة؟ أيوة. رغم المشاكل اللي موجودة في بلدهم؟ أيوة. محبين جدا لبلدهم وحريصين جدا على ان هي تبقى دايما في خير وسلام، مفيش كلام. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلال السنوات اللي فاتت كلها رغم الظروف القاسية اللي مرت علينا في مصر والتحديات اللي قابلتنا وبتقابلنا وهتقابلنا، إلا برضو كان المصريين كانوا دايما واقفين جنب بلدهم. أنا بقول جنب بلدهم، جنب قيادتهم، بالأزمة يستحملوا يصبروا تنتهي بخير، يبتدوا يعني يعبقوا يعبروا عن فرحتهم ويسجلوا ده. فانا ده امر مش هقول لفت نظري دلوقتي، هو لفت نظري الحقيقه ومنتبه له من بدري قوي، واللي بان من مش عايز اطول عليكم في الكلام عشان بقيت اليوم، وعشان انتوا كمان اكيد مجهدين جدا خلال الكام يوم اللي فاتوا دول، ما نمتوش كويس وكده، وايضا لغايه لما ان شاء الله تخلصوا يعني المرور بقيه الوحدات او السفن اللي المفروض القوافل الاخرى. فمش عايز اطول عليكم، لكن عايز اقول هم دول المصريين اللي هم
حابين بلدهم وحارسين عليها، وعشان كده مصر يمكن من دول كتير كان المفروض يبقى مصيرها مختلف، لكن بوعي وحرص وحب المصريين كل المصريين كانت النتيجة بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا عبرنا ازمة كبيرة قوي. كان انا مش بتكلم على الازمة دي، بتكلم ازمة مصر خلال السبع ثمان سنين اللي فاتوا. اللي يهمني اقوله هنا ان زي ما قال السيد رئيس الهيئة بانه مهم قوي ان الدروس والعبر اللي موجودة وتتحول دي الى يعني اذا كان في مستلزمات معدات محتاج ان احنا تبقى موجودة عندنا بشكل مستمر. احنا لما كان بيتعرض خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول الكركات الكبيرة للتكريك او القاطرات الكبيرة ان هم محتاجين يدبروها، كنا بنقول طالما ان ده حاجة في صالح العمل تدبر بغض النظر عن يعني الظروف او التكلفة. يعني الكراكة مهاب مميش واللي قبل منها دي كراكات عملاقة جاية عشان تساهم في قدرة الهيئة على يعني مطالب العمل اللي موجودة، ونفس الكلام للقطر. فأنا برضه عايز أقول إن يعني للسيد رئيس الهيئة والعاملين بيها كل المطالب اللي إحنا محتاجينها عشان يكون عندنا يعني عناصر في ظل التطور اللي حصل زي ما قلنا كده في حركة والسفن العملاقة اللي موجودة، لو محتاجة معدات تانية إحنا دكتور مصطفى مع على طول فورا نتعاقد ونجيب ومفيش أي مشكلة إن شاء الله. مرة تانية أنا بوجه لكم كل التحية وكل الشكر وكل التقدير والاعتزاز بيكم، وأرجو إن أنتم تبلغوا تحياتي واعتزازي لكل عاملي هيئة قناة السويس والشكر لهم، وربنا يا رب يوفقكم دايما ويحفظ القناة ويحفظكم من كل مكروه وسوء. متشكرين جدا، شكرا جزيلا.